سكاتي ميت، انت بالسكاتي ميت، الف زبروطة بجنازتك والعيون بالدمع حبلة، كلنا نمشي ما نمشي بس تفضل مصر عبلة، كلنا نمشي ما نمشي بس تفضل مصر عبلة. تزعل وتصالحها مين صالحها الا مصر، باسم مصر تحيا 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 مصر فصلاح أمتنا دستورنا القرآن، فالله لنا باعث خير معتصم. وفي شرطة تعتزي دائما بأبنائها ولا تنسى أبطالها الشهداء ومصاب العمليات، وتقدم لأرواحهم ولهم كل تقدير واحترام، وتعمل باستمرار على رعايتهم ورعاية أسرهم. وإن جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب هي المؤسسة الأساسية المنوط بها تقديم الرعاية لأسر الشهداء ومصاب العمليات وتقديم جميع الخدمات الممكنة لهم. اسمح لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد محافظ القليوبية والسيد مدير أمن القليوبية على ما يبذلان من جهد وتعاون في مصلحة أسر الشهداء ومصاب العمليات. في البداية اسمحوا لي أن أقدم تحية إجلال وتقدير لشهدائنا من القوات المسلحة والشرطة لما بذلوه من أجل رفعة هذا الوطن وتقديم أرواحهم فداء له ليعيش أبناء مصر في سلام وأمان ولتبقى رايتها عالية خفاقة على مر العصور والزمان. تحرص محافظة القليوبية كل عام على تكريم أبطالنا مصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء بالتنسيق مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ليكون رمزا وتأكيدا على الوفاء ورد الجميل والعفان تجاه أبطال ضحوا بأنفسهم ولقوا نداء الشهادة في سبيل حرية مصر وتحقيق سيادتها.